وللمزيد من المتابعة انضموا إلينا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ عفيفي، بعد التحية، العلاقات المصرية العراقية ممتدة امتداد التاريخ، ولكن هذه الزيارة كيف تقرأها؟ في البداية هي زيارة مهمة جدا في هذا التوقيت. بالطبع هناك علاقات زي ما حضرتك قلت، علاقات تاريخية ممتدة من سنة 1920، لكن في الوقت الحالي طبعا احنا شايفين الدعم والعلاقات المتميزة بين مصر والعراق والدعم المستمر من الدولة المصرية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار داخل الدولة العراقية، من أجل مكافحة التنظيمات والتجمعات الإرهابية اللي كانت متواجدة على أراضي العراق، في العمل على زيادة التبادل التجاري وزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين. احنا عارفين ان هناك تعاون استراتيجي بين مصر والعراق والمملكة الأردنية الهاشمية خلال الوقت الحالي، وهناك تنسيق كامل بين الدول الثلاث في كافة المواقف السياسية والمواقف الاقتصادية. طبعا هذه الزيارة تؤكد على متانة العلاقات بين مصر ودولة العراق، على أيضا التنسيق المستمر والعمل على زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين في الوقت الحالي. نعم، هذه الزيارة مهمة في هذا التوقيت، دلالة التوقيت أستاذ جميل بعد إذنك. التوقيت في هذا التوقيت طبعا احنا عارفين ان التوقيت ده مهم في ظل الأزمات اللي بتواجه العالم كله، كالأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها بشكل مباشر على اقتصاديات العديد من الدول. فالتنسيق المستمر بين مصر والعراق والعلاقات المتميزة بالطبع ستعود بالنفع لمواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة على دول المنطقة بالكامل. نعم. فبالطبع هي زيارة مهمة جدا في هذا التوقيت، والتنسيق المستمر والتعاون بين مصر والعراق في الوقت الحالي هيعود بالنفع على الدولتين وعلى الشعبين إن شاء الله. نعم، الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا لك.